وفي غمرة أخبار المونديال لا ننسى أخبار العصفور الأزرق. تويتر لا يزال يعيش أيام عدم اليقين في المستقبل منذ أن اشتراه إيلون ماسك. آخر الأخبار إعلان الرجل أن شركة أبل توقفت بدرجة كبيرة على الإعلان على المنصة. ما دفعه للتساؤل عما إذا كانت أبل تكره حرية التعبير. ماسك أعلن أيضا أن أبل هددت بحجب تويتر من متجر التطبيقات الخاص بها دون ذكر الأسباب. وفي حال تنفيذ التهديد ستفقد تويتر إمكانية الوصول إلى ملايين الأجهزة العاملة بنظام iOS أو إرسال التحديثات للمستخدمين. الأزمة الجديدة بين تويتر وأبل تأتي غالبا بعد انتقاد إيلون ماسك للرسوم التي تفرضها أبل على عمليات الشراء داخل التطبيق. اللافت للانتباه أيضا هو حذف مدير متجر تطبيقات أبل فيل شيلر في وقت سابق من هذا الشهر حسابه على تويتر، وهو ما أثار تكهنات بتوتر العلاقة بين تويتر وأبل. هذا التوتر دفع إيلون ماسك على ما يبدو لإعلان نيته صنع هاتف بديل عن هواتف آيفون وأندرويد في حال إزالة شركتي أبل وجوجل لتطبيق تويتر من متجرهما. وبالطبع تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدات إيلون ماسك. فعبد الله مشاط يرى أن معركة إيلون ماسك القادمة هي مع سيطرة أبل على التطبيقات وإجبار الشركة على دفع نسبة 30% من رسوم عملية الشراء داخل التطبيق. أما لوكا فيرى أن الإجراءات الجدلية التي اتخذها ماسك منذ شرائه لتويتر دمرت الثقة بآلية التحقق من صحة الأخبار والحسابات وتسببت في تهديد أبل، في حين يعتقد ترافيس إيلين أن السبب هو انتهاك سياسة الإشراف على المحتوى المتطرف.